فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قصة العرنيين النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلبهم، وإن مع أنهم قد قتلوا وأخذوا المال، فما السبب في ذلك؟ نعم، في قصة العرنيين النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلبهم مع أنهم قد قتلوا وأخذوا المال، فما السبب في ذلك؟ الله أعلم، لكن الآية واضحة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.